وللوقوف على آخر تطورات الهجوم الذي استهدف الحشد الشعبي ينضم إلينا مراسلنا من بغداد بدر الركابي. بدر، مساء الخير، ما هي آخر المعلومات المتوافرة لغاية الآن وحيثيات القصف الذي استهدف مركبة تابعة للحشد الشعبي؟ تفضل. نعم سعد، انتقلنا من مكان الحادث الذي تم الهجوم عليه واستهدافه ضمن منطقة شارع فلسطين وتابع إلى حركة النجباء ضمن قوات الحشد الشعبي. الآن نتواجد أمام حسينية أهل البيت عليهم السلام، هذا المكان ستتم فيه مراسيم التشييع عند الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد لنائب قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي أبو تقوى السعيدي وأيضا مرافقه علي نايف، بالإضافة أيضا سيكون أهل الجرحى، نتحدث عن 4 أو 6 جرحى أيضا كانوا ضمن الضحايا لهذا الاستهداف، هنا أيضا متواجدون في مراسيم التشييع كما تشاهد الصورة من خلفي. الآن هناك أعداد متواجدة من أبناء الحشد الشعبي وبالتحديد أيضا حركة النجباء يتواجدون الآن هنا في هذه الحسينية داخلها، وأيضا هناك أعداد خارج البناية من أجل انتظار وصول الجثامين للضحايا الذين لقوا حتفهم خلال هذا الاستهداف. أيضا هناك يعني استقبال لأعداد من حركة النجباء يتوافدون لغاية الآن إلى هذا الجامع من أجل المشاركة في مراسيم التشييع الذي كما ذكرت لك سينطلق عند الساعة 6 بتوقيت العاصمة بغداد. أيضا الردود الأفعال ما تزال تتوالى إن كانت شعبيا برفض هذا الاستهداف، كما تحدث أيضا الموقف الرسمي للحكومة العراقية عبر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول ووصفه بأنه اعتداء مرفوض وغير مبرر، وأيضا حمل التحالف الدولي مسؤولية الحادثة كون هذا الاستهداف هو خارج عن مضامين وروحية الاتفاق وما طيب نص بدر عليه الاتفاق بين العراق وكذلك التحالف الدولي بوجوده. نعم سعد. طيب، يعني عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي أكدت مقتل القيادي مشتاق طالب أبو تقوى السعيدي، يعني هل لديكم أي معلومات حول هوية باقي الضحايا والمصاحبين؟ هل رشح شيء عن هوية هؤلاء؟ الشهداء 2، نتحدث عن نائب قائد عمليات الحزام بغداد أبو تقوى السعيدي بالإضافة أيضا إلى مرافقه علي نايف، وأيضا لدينا 6 جرحى كانوا أيضا متواجدين ضمن الموكب الخاص بأبو تقوى داخل المقر التابع لحركة النجباء في منطقة شارع فلسطين والذي يبتعد بأمتار يعني ليست بكثيرة عن وزارة الموارد المائية، وأيضا نتحدث عن أقل من نصف كيلو لربما 300 متر أو أقل من ذلك عن وزارة الداخلية، بالتالي هذا ما ولد ردود أفعال خصوصا هنا في العاصمة بغداد مقلقة نتيجة لهذا الاستهداف والحدث المستجد هنا في العاصمة. العاصمة لم تشهد مثل هكذا استهدافات خلال الفترة الماضية، نتحدث عن فترة طويلة لم تكن فيها مثل هكذا استهدافات، بالتالي هذا تطور خطير كما وصفت الحكومة العراقية، وأيضا ضمن انطباع وقراءات وتتابع يعني متابعات الناس لهذا الحدث، الجميع متخوف أيضا مما قد تؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة نتيجة لهذا التطور ونتيجة لهذا المستجد، بالتالي الجميع متخوف. نعم. حتى قضية الحركة سعد، إذا تحدثنا عن الحركة الوضع هنا فيه خوف وقلق. طيب. ننتقل من مكان إلى آخر خصوصا بالقرب من مقر الحادث والشوارع ليست فيها ازدحامات نتيجة للقلق من هذا الحدث. نعم. وأيضا تطوراته وتبعاته. نكتفي بهذا القدر، مراسلنا من بغداد بدر الركابي، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.